صدحت حناجرهم بشعارات مناهضة لشرعية الحكومة الحالية ونادوا بسقوطها. مظاهرات واحتجاجات في كل من صفاقس وتونس العاصمة جابت الشوارع الرئيسية، وكان للمواطن والسياسي رأي في هذه التحركات الشعبية، خاصة مع تزامنها بالحوار الوطني. الحكومة هذه ترحل فقط، هذا مطلب شعب وزايد باش يحكيوا لنا باسم الشرعيه وباسم درشنيه الغنيه هذه يومي وفات، هي سيدي وتجرح، سيدي نتاعهم تجرح، ونطلبوا من الحكومه هذه ترحل لان تخنقنا، جوعنا، فدينا. كل واحد يش بديله، هذاك يحب كاكه، يحب الكرسي، الاخر يحب الكرسي، كلها متلمدين على الكراسي، واحنا انتخبناهم معطين فيهم كونفونس الناس الكل، يا اخي طلع ما ماشي المستوى كامل الكل. بالنهضة بالأحزاب الكل مضابينا، لو كان نعملوا رئيس وحدنا وننتخبوا نعيش وحدنا في البلاد. كل صراحة الناس استفيقت فيها تحسبهم بالحق على دين، بالحق مش يقفوا بالبلاد، صح الباقي ولا ما هواش واقفين بها البلاد، بالعكس يتجروا على المناصب، يتجروا على الفلوس، يتجروا على الكراسي، ناسين البلاد هذه اللي هي ماشية في الهاوية. بالنسبة لحركة النهضة مسألة عدم الغموض وجوده من عدمه، نحن كنا ديما نقولوا احنا واضحين، إذا غيرنا يحب يشوفنا مش واضحين هذيك حاجة ثانية، وإذا كان إخواننا مواطنينا شعبنا يطلب نجيب توضيح ونقولوا احنا كنا ديما من دعاة الحوار، ديما جالسين إلى طاولة الحوار. الحوار مش يوصل حتى شيء، لأن الطرف الحكومي ولا الترويكا الحاكمة تحب تربح الوقت، معروف علاش تربح الوقت، لأنها تحب تتمكن أكثر من مفاصل الدولة. توا 18% من التعيينات في الوظيفة العمومية هي للترويكا، يلزمهم يكملوا 40%، لذا باش يربحوا الوقت شهير واثنين وثلاثة واربعة اخرين حتى يتمكنوا من جميع مفاصل الدولة باش يضمنوا الانتخابات القادمة. لازم توخر البلاد هذه في حالة يرثى لها، نحن في وضع اقتصادي كارثي، نقولها بكل أسى وبكل ألم، ومش معناتها مش من استحلاو ولا فرحانين، لأنه نهو الناس الكل مهدب، كنا في قارب واحد مهدين باش نغرقوا الناس الكل. ولهذا نتمنى من الحكومة أنها تعلن عن مبدأ الاستقالة، خلنا نبدأ نخدم على روحنا وخلي يبدأ الحوار بجدية. احنا ماذا بينا تسقر للبلاد، تشد حكومة دائمة 4-5 سنين واللي مش يطلع صح عليه. هو من المفروض أنهم الناس الكل تتفق، خطر مصلحة البلاد فوق كل شيء، معناتها فوق الأحزاب وفوق أي، معناتها الناس الكل، شنو احنا معناتها رصيدنا في الدنيا هذه هي بلادنا، إذا كان ما نتفقوش معناها احنا ما حشناش ببلادنا. الحكومة هذه قامت بالعديد من الأشياء المحبذة للشعب التونسي، وقامت بعديد الأخطاء، وعادي جدا في أي حكومة باش تقوم بالأخطاء، لكن المنتظر من الحكومة هذه حاليا الفترة هذه الفترة الانتقالية وفترة انطلاق الحوار، من المنتظر من الحكومة هذه اللي هي تحاول، أول هدف لازم يكون الحكومة هذه لازمها تحاول توفر الظروف الملائمة والمناسبة لإتمام المسار الانتقالي. أنا مانيش قارية بالكل أما ذكية من عند ربي، النهضة هذه من نهار اللي جات احنا مرينا شيء، ولينا عرب احنا نقتلوا في بعضنا، باهي أثر حتى على الصغيرة. ما فما حتى شيء جديد، مش يصير حتى شيء جديد، أعطينا شوية أمن وشوية كذا، فهمت، ما حاجتناش بحاجات كبيرة نستناو فيها معناها. كي سوا الحكومة المشمشي ولا المجيكي بعضهم الكل معناها. حركة النهضة انقلبت على إرادة الشعب التونسي وأبدت الفترة الانتقالية بما أنها رفضت تحديد موعد لنهاية صياغة الدستور، موعد للانتخابات، هذا ما خلى الآن نحتفلوا بمرور سنة على نهاية شرعية هالمجلس التأسيسي وكل من بثق عنه من حكومة ورئاسة. بالنسبة لنا احنا من اللي أمضى الشيخ راشد الغنوشي على المبادرة متاع الرباعية شفنا 10 و20 و30 و40 و50 موقف من حركة النهضة. اليوم يمضي الشيخ غدو مجلس الشورى يكذبه، اليوم يقف رئيس الحكومة علي العريض يعطي موقف يجي الناطق الرسمي يكذبه. للآن حركة النهضة رافضة رفض قطعي أن تنخرط انخراط فعلي في قضية الحوار، ومصرة على أن تحب تزيد شيء تضيع على الشعب التونسي أكثر من عام وأكثر من عامين، وشفنا شنو الغاية والأساس. صحيح عنا مشكلة، الوقت طولنا برشا، صحيح المسار الانتقالي دام أكثر من المدة المتوقعة، صحيح عنا برشا مشاكل اقتصادية، صحيح عنا برشا مشاكل سياسية، لكن كيف حل المشاكل السياسية هذه؟ أنا المؤتمر من الجمهورية ما يراش حل المشاكل هذه بأنه نسطو الشرعية، لأن نسطو الشرعية نجم نسطوها شرعية سهلة، تسقط شرعية ومن بعد باش نعملوا؟ كما عبروا قيادات جبهة الإنقاذ وخاصة رفيقنا حمل همامي
قال أن لا مجال اليوم للدخول للحوار طالما رئيس الحكومة ما يعبرش بشكل واضح وجلي أنه يقبل بالشروط اللي حددتها الرباعية وهو الإعلان على حل الحكومة في ظرف 3 أسابيع. الشارع ما فما حل آخر كان الشارع، لأنه الشارع طيح بن علي، الشارع يجي يطيح حكومات كلها معناتها قايله للسقوط اذا كانها مش تخدم مش مصلحه البلاد، والحكومات اللي مش تجي باش تضر الشعب الشعب ما يرضلهاش، والقيادات السياسيه باعتبارها تعتبر روحها جزء من المنظومه الشعبيه هذه مش تكون في الصف الامامي من اجل انه تناضل باش تسقط الحكومه وقتها باراده الشارع. احنا الشعب التونسي كما خرجنا لبن علي لازمنا نخرجوا الناس الكل، مش نقعدوا فهمت نستناه حتى الارهاب معناه يدخل للبيوت، هو البرة في الجبل وتو باش يدخل للبيوت، معناها دار دار كما قال القدافي. علاش ما نخرجوش الناس الكل ونتفاهموا الناس الكل؟ علاش نقعدوا النهضه والحزب درشنو والحزب الناس الكل مع بعضنا؟ التنازل مطلوب من جميع الاطراف، صحيح حركه النهضه هي طرف الخول كبير، خليني نقول الخول كبير وما نقولش الحزب الكبير، عباره هي الخول كبير اللي لازم يكون قلب اكبر وتنازل واستعداد للتنازل وتضحيه اكبر، هذا معقول، ولكن حتى الاخوه اللي ما هماش كبار ولا اقل شويه في حاجه مطلوب منهم زاد حد من تنازل باش نشوف بلادنا وثورتنا وحوارنا القدام، هذه حاجه. حاجه ثانيه ما نتصورش احنا نلقاو حزب حاكم في بلاد معينه في العالم يقبل بانه يخوض حوار ويعطي تعهدات مع شركاء هما جالسين على طاوله الحوار ويدعيوا للعنف يدعيوا للديجاج. النهضة تقدم كل التنازلات التي لا تمس من إرادة الشعب التونسي ولا من كرامة المجلس التأسيسي. هذا الحوار الوطني الذي دعت إليه المنظمات الوطنية الأربع الراعية له تأجل من جديد بسبب الأحداث الدامية التي جدت في البلاد، وهي استشهاد رجالات الحرس الوطني في عملية النكراء في سيدي علي بلعون. فهل سينطلق الحوار الوطني فعليا؟ وهل ستلتزم الحكومة ببنود خارطة طريق؟ وفي مقدمتها الاستقالة.